باب الجعائل والحملان في السبيل. الجعائل اجعل لنا جعلا، يعني اجعل لنا شيئا، لن نرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني تخصصوا لنا شيئا تعطوننا إياه. والحمائل الأشياء التي يحمل عليها، الحمائل في سبيل الله. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. ما معناه؟ ناس يأتون الرسول يقولون يا رسول الله نريد الجهاد ولكن نريد جملا نركبه يحملنا حتى نجاهد، أو نريد منك فرسا نركبه يحملنا حتى نجاهد. فقوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، فهمت معناها؟ يعني ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، أي تعطيهم شيئا يركبون، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي جمال الآن ولا فرسان، فاجلسوا الآن لا تجاهدوا لأن المسافة بعيدة، أنتم مسافرين للقاهرة لأسيوط للجهاد مثلا، ما في مراكب، ما في فرس ولا جمل، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، يعني تولوا ليسوا بسعداء للتخلف بل حزينون، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أما المنافق يفرح لكن المؤمن يرجع باكيا. فالحمائل الأشياء التي تحمل المجاهدين. قال مجاهد قلت لابن عمر الغزو، أنا أريد الغزو، الغزو، قلت لابن عمر الغزو، يعني إيه الغزو؟ يعني أنا أريد الغزو. قال إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي، يعني أريد أن أعطيك جعلا من مالي يساعدك على ماذا؟ على الغزو. قلت أوسع الله علي، أنا ما أنا محتاج منك مالا. مجاهد يقول لمن؟ لابن عمر. قل له الحمد لله الله موسع علي، الله وسع علي. قال إن غناك لك، إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. غناك الله يحفظك ويبارك لك، لكن ساعدني أنك تقبل مني مال، تقبل مني مال يكتب لي في هذا الباب. قال إني أحب أن يكون